زعم روحين شرفت هذا أستاذنا الدكتور حمد القصاص رئيس المؤتمر، ويسعدني إن أنا أشكره ونشكر كل الزملاء على التنظيم الرائع ودعوتنا لدور المؤتمر. السيشن والسبيك على المانجمنت أوف إتش بيلوري إنجلش. شكرا. وحدات المناظير اللي ما بيتمش فيها تعقيم كويس.
مشاكل الاتش بايلوري بتيجي من البكتيريا كولونايزيشن ومن الفايرلنس بتاع البكتيريا، بالاضافه للهوست ريسبونس نفسه اللي بيبقى مسؤول عن عدد كبير من الكومبليكيشنز بتاعه الاتش بايلوري. عندنا الفايرلنس فاكتورز كتيره جدا من ضمنها الفلاجيلا، الاكزوتوكسينز، الانزيمز، اليوريز، البوليساكرايدز، البروتينز بتاعتها، كل دي بتساعد على عمليه البنتريشن اللي بتحصل. هنا البكتيريا بتخترق الميكوزا لاير، بتبدا تطلع الميز عشان تخلق جو مناسب ليها، وبعدين بيتلموا الاتش بايلوري كلهم بيبداوا يعملوا الافكت بتاعهم. مش هنشرح كتير في الانفلاميشن والانفلاماتوري بروسس اللي بتحصل، لكن احنا هنتنقل للناتشرال هيستوري علشان نتكلم على حاجه مهمه جدا. بعد الانفكشن 50% من في 50% من الحالات بتنجح البكتيريا انها توصل للجاستريك ميوكوزا. قليل قوي لما بيحصل اكيوت انفكشن بالمانيفستيشنز بتاعت الاكيوت انفكشن والاكيوت جاسترايتس، لكن 100% من الحالات بتدخل للكرونيك انفكشن. من ضمن الحالات اللي بتدخل للكرونيك انفكشن 80% منهم بتبقى بان جاسترايتس ونان اتروفيك، يعني واخده الاستومك كلها. نسبه قليله جدا حوالي 5% بس هي اللي بتبقى كوربس بريدوننت بتيجي في البادي، و15% بتبقى انترال بريدوننت. الاثنين دول هم اللي بيعملوا المشاكل الاكثر، لان الديودينال ألسرز مور كومن مع الانترال بريدوننت جاسترايتس. الجاستريك ألسر وكذلك الجاستريك كانسر عن طريق الديسبليزيا والميتاليزيا اللي بتحصل بيحصلوا اكثر مع الكوربس بريدوننت. واتيفر كان فين الانفكشن، نقدر نقول ان تقريبا حوالي 90% من الانفكشنز بتاعت الاتش بايلوري اسيمتوماتيك من غير اعراض خالص. السيمتومز بتحصل في 10% بس من الحالات، واقل من 1% هم اللي ممكن يوصلوا في النهايه لموت الفوبا. عندنا نان جاستريك اسوشيشنز، في اوقات كتيره جدا الاتش بايلوري بتبقى مظلومه بيلزقوها في كل حاجه، لكن في حاجات عليها ايفيدنس اقوى شويه زي الثرومبوسايتوبينيا والايرن ديفيشنسي انيميا. في حاجات ما عليهاش ايفيدنس بيز قوي، حاجات كتيره جدا في الدرماتولوجي، السكليروديرما، الارتكاريا، الاكني، المايجرين، الكول بلادر سندروم، الهيباتوكارسينوما، الارثرايتس، حاجات كتيره جدا كانت لينكد للاتش بايلوري. طب ازاي نعمل دايجنوزس؟ قاعده مهمه جدا قبل ما نتكلم على الدايجنوزس، ما تعملش ابدا سكريننج الاتش بايلوري لو انت مش ناوي تعالج. لو انت جاهز للعلاج اعمل سكريننج، اذروايز ما تعملش. طب امتى المفروض اعالج؟ والله عندنا انديكيشنز للتستنج، في حاجات ستاندرد وحاجات عليها كلام. ايه الستاندرد؟ لو اكتف بيبتيك ألسر، لو دخلت ولقيت ألسر سواء جاستريك او ديودينال لازم تسكرين فور اتش بايلوري. او لو كان بيشنت عنده هيستوري اوف بيبتيك ألسر قبل كده وما خدش تريتمنت للاتش بايلوري او ما عملش سكريننج للاتش بايلوري. لو لقينا جاستريك مولت لنفوما مهم جدا ان انا ادور على اتش بايلوري بعد الاندوسكوبيك ريسكشن للارلي جاستريك كانسر، او لو احنا في بلد فيها الكوريفيلنس عالي قوي وبيشنت جاي لي بانفستيجيتد ديسبيبسيا. دي ستاندرد انديكيشنز. عندنا حاجات كونتروفيرسيا اللي عليها كلام، والله لو الديسبيبسيا دي في بلد ما فيهاش كوريفيلنس عالي، الناس اللي بتاخد دي دي اي يوز كرونيكلي ماشي على بي دي اي باستمرار لازم ندور ونقف، هل ده اتش بايلوري هو اللي مساهم في القصه ولا لا؟ الكرونيك نانسترويد يوز لان دول عندهم اكسترا ريسك. الايرون ديفيشنسي انيميا او الميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا زي ما قلنا هم لينكد اكتر وعندنا ايفيدنس عليهم شويه، والفيرست ديجري ريلاتيفز اوف جاستريك كانسر علشان برضه عندهم ريسك اعلى. طب انا قررت ان انا اعمل تيستنج هستخدم ايه؟ على حسب، انا هعمل اندوسكوبي ولا مش هعمل اندوسكوبي. لو انا مش هعمل اندوسكوبي عندي واحد من ثلاثه اوبشنز، يا اما اعمل سيرولوجي انتي بادي، يا اما اعمل يوريا بريز تيست، او اعمل ستول انتيجين تيست. لو انا هعمل اندوسكوبي يبقى سهل جدا ان انا اخد بايوبسي، البايوبسي دي يا اما هبعتها هيستوباثولوجي، يا اما هعمل لها رابيد يوريز تيست اللي هو الفلو تيست اللي موجود عندنا كلنا في وحدات المناظير، او هبعتها الكالتشر او بي سي ار. طب ايه الفروقات ما بين دول كلهم؟ مهم قوي نبقى عارفين ان في حاجات كده هتقلل الريلايبيليتي بتاعت التست بتاعي وتبقى انا استخدمت ايه. زي الناس اللي عندهم اتروفي اكستنسيف اتروفي، اللي عندهم ميتابليزيا، اللي عندهم مولت لينفوما، او لو انا بستخدم انتي بايوتيك او بي بي اي او اي اسيد سبريشن حتى لو اتش 2 بلوكر 2 ويكس قبل التست اللي انا هعمله ده بيقلل كتير جدا من الايه بتاع التست بتاعي وتبقى انا استخدمت ايه.
السيرولوجي او الانتي بودي من الحاجات اللي ما بنستخدمهاش كتير برغم انها رخيصه ومتوفره، لكن مشكلتها طبعا انها ليها بور بوزيتيف بريدكتيف فاليو، فبتستخدم فقط في الدراسات الابيديميولوجيه، ما بتستخدمش في البراكتس، وكذلك ما بقدرش اتابع بيها الكليرنس او السكسس اوف تريتمنت بعد العلاج. اليوريا بريس تيست من الحاجات الهايله جدا، الاكيوريسي بتاعته عاليه قوي، سهل جدا الاستخدام، لكن مشكلته في الافيلابيلتي، مش موجود في كل الاماكن، وكذلك الاماكن اللي موجود فيها بيتكلف تكلفه عاليه جدا. اليوريا بريس تيست برضه في مشكله ثانيه ان في سمود راديشن دوز من ال 14 كارل. الستول انتيجين تيست قد يكون هو التيست اوف تشويس لو انا مش هعمل اندوسكوبي. في مميزات كثيره قوي، اكيوريت، بقدر استخدمه قبل العلاج وبعد العلاج، وبقدر اتابع بيه، لكن ما تنساش برضه ان هو بينطبق عليه نفس القاعده، لو حضرتك مستخدم بي بي اي او انتي بايوتيك لمده اسبوعين قبلها فده هيقلل الفاليديتي بتاعت التيست ده. نتنقل للحاجات الثانيه، لو انا هعمل اندوسكوبي عندي رابيد يوريس تيست. رابيد يوريس تيست حاجه سهله وبسيطه، وانت بتعمل الاندوسكوبي خدت العينه عملت لها على طول انابوليشن، عرفت النتيجه فورا وكتبت العلاج للبيشنت فورا، سعر رخيص جدا. الحقيقه يعني من الحاجات الكويسه قوي، بس مشكلته ان احنا ما نقدرش نعتمد عليه بعد العلاج، يعني لو انت اديت علاج ما تقدرش تعتمد عليه قوي عشان تشوف السكسس اوف تريتمنت. خد بالك برضو ان انت لو هتاخد باثولوجي او هتاخد عينه وهتعمل لها كلو تيست او رابيد يوريس تيست، لو في بلاط كتير في الاستومك ده ممكن ياثر على اليد بتاع العينه، وكذلك لو انت مستخدم انتي بايوتيك او بيزموس او بي بي اي. الهيستولوجي من الحاجات الكويسه جدا، فيري اكسلنت. مشكلته طبعا قد تكون ان الكوست اغلى شويه، زائد ان هو بيأخر الدياجنوزس لغايه ما النتيجه تظهر. الكالتشر فيها مشاكل كتير وخصوصا في مصر، والمشاكل دي معظمها تكنيكال، احنا محتاجين وانس ان احنا خدنا البايوبسي بعد الكالتشر نعمل لها انابوليشن مباشره في الميديم اللي احنا هنزرع عليها، وده مش بيحصل كتير. اتش بايلوري زي ما بيقولوا بكتيريا روح عليها بتموت بسرعه، فتكنيكال بيبقى صعب جدا ان احنا نزرعها. اهميه الكالتشر في الحالات اللي فيها مالتي ريزيستنس واللي خدت علاج اكتر من مره، لانها تسمح لنا ان احنا نعمل انتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيستنج. البي سي ار اسي من الحاجات الجديده، ولكن لسه مش قادرين نعتمد عليها، مش وايدلي افيلابل، مش بتتعامل في كل الاماكن، وكذلك الكوست بتاعها لغايه دلوقتي زياده قوي. احنا خلصنا الدايجنوزس، نتنقل على التريتمنت. التريتمنت في قواعد عامه. القواعد العامة بتقول ان التريتمنت غالبا بيعتمد على الكومبينيشنز، لازم اكتر من انتيبايوتيك اثنين او ساعات ثلاثة. القاعدة الثانية ان الديوريشن اوف تريتمنت دلوقتي بقت من 10 ايام ل 14 يوم، ويمكن هنستعرض الجايد لاينز في النهاية. تقريبا بقت ستاندرد بدي اسبوعين تريتمنت للاتش بايلوري. جنرال كومبلاينس هو دايما مشكلة العلاج، لان انت بتدي للبيشنت حوالي اربع ادوية او ثلاث ادوية، هو يبقى كومبلاينت عليهم ويستمر عليهم وياخدهم بانتظام، دي دايما مشكله العلاج وبتاثر جدا على الريسبونس تو تريتمنت. مهم ان احنا نقعد مع البيشنت ونشرح له اهميه العلاج وازاي ان الاراديكيشن الاتش بايدوري حاجه مهمه جدا. واخيرا الكابوس بتاع العلاج هو البروجريسيف جروينج ريجنال انتيبايوتيك ريزيستنس لكل الحاجات اللي بنستخدمها. الانتيبايوتكس اللي بنستخدمها هي القايمه الطويله دي، كلاريثروميسين، أموكساسيلين، بتونيدازول، تينيدازول، تتراسايكلين، دوكساسايكلين، ليفوفلوكساسين، وانضم ليهم معلود سيرب مؤخرا النيتازوكسامايد، والأموكسيفلوكساسين في بعض الجايد لاينز وإن كان مش كومن قوي. البي بي أي معظم الاستاديز وإن كان فيها أوميبرازول، لكن كل حاجة تقريبا موجودة في الإراديكيشن الإتش بايلوري، إسوبرازول، رابيبرازول، بانتو، لانسو، وديكسالانسوبرازول. لو هنتكلم على جايد لاينز فور تريتمنت، اعتقد ان الموست ابديتد والموست كومنلي يوزد هي الاي سي جي جايد لاينز الامريكان كوليدج اوف جاسترونتولوجي، ودي ببلشد في نهايه 2017. الجايد لاينز حاطه تو اوبشنز، حاطه لسته طويله للفيرست لاين ريجيمنز، وبعدين لسته ثانيه للسكند لاين ريجيمنز اللي هم خدوا علاج وكانوا نون ريسبوندرز. الفيرست لاين ريجيمنز هنديهم ايه؟ والله اول حاجه دايما هي الكلاريثروميسين تريبل،
والكلاريسفومايسين تريبل ده بي بي اي مع كلاريسفومايسين مع أموكساسيلين. البيزموس من الحاجات المهمه جدا وهنشوفها هتتكرر حتى كمان في السكند لاين اوبشنز، وده بي بي اي مع بيزموس. البيزموس للاسف مش موجود في مصر، يمكن اللي عارفين او اللي اشتغلوا في الخليج عارفين ان في حاجه اسمها بايهيرا بتيجي فيها البيزموس والتتراسايكلين والبيتروتازول مع بعض في تابلت واحده، لكن البيزموس من الحاجات اللي ريكومندد جدا خصوصا مع الريزيستنس زي ما هنقول بعد شويه. في حاجه اسمها كونكوميتنت، الكونكوميتنت تريتمنت هو نفس التريبل بس زايد عليه الميتروتازول. في حاجات تتابعيه، يعني ايه تتابعيه؟ يعني بنغير العلاج فيها. التتابعي عندنا حاجه اسمها سيكونشال وحاجه اسمها هايبر تريتمنت. السيكونشال ده ايه؟ احنا ادينا بي دي اي مع اموكساسيلين لمده اسبوع، وبعدين شلنا الاموكساسيلين وحطينا مكانه كلاريسفومايسين وميتروندازول لمده اسبوع تاني. طب والهايبرد؟ بدات نفس البدايه بتاعت السيكونشال، بي دي اي مع اموكساسيلين اسبوع، وفي الاسبوع الثاني ما شلتش الاموكساسيلين زي السيكونشال، انا سبته وضفت عليه الكلاريسفومايسين والميتروندازول. ليموفلوكساسين بدا يدخل مكان الكلاريسفومايسين، عشان كده عندي ليموفلوكساسين اي حاجه. في ليموفلوكساسين دريبل زي الكلاريسفومايسين دريبل بالظبط، بس شيل الكلاريسف وحط الليفو. عندي ليموفلوكساسين سيكوينشال زي السيكوينشال ونشيل الكلاريسف وحط الليفو. وقلنا اللي دخل مؤخرا اللود ثيرابي كفيرست لاين اوبشن، وده بيتكون من بي بي اي ليموفلوكساسين مع بي بي اي اللي هو الاوميبرازول بس الدبل دوز. يعني لو هندي اوميبرازول 40 يبقى مرتين في اليوم بالاضافه لنيتازوكسانايد ودوكساسايكلين. دي لسته بالفيرست لاين ثيرابيز اللي قلنا عليها. ده بسرعه كده التريبل ثيرابي مشكلته طبعا في الماكرولين ريزيستنس، يمكن هو الموست كومن يوز ريجيمن، الريسبونس دي تقريبا حوالي 70-80%. الكلاريسفومايسين ريزيستنس في مصر مؤخرا بتزيد. يعني لو احنا خدنا بالنا من الاستاديز بتاعت الابلكيشن في اتش بلوري اللي منشوره من 2013 لغايه 2016، هنلاقي ان كلينيكالي بدا يحصل ريزيستنس واضحه جدا، ريسبونس ريت او الايراديكيشن ريتس بدات تقل لغايه ما بدات توصل لستينات عوار الوقت. التريبل سيرابي ويز ميتروندازول ده احنا حطينا بي بي اي كلاريسفومايسين ميتروندازول من غير الاموكساسيلين. نتائجه يمكن مش كويسه قوي في مصر، لكن انترناشونالي حوالي 70-80% ريسبونس ريت. السيكونشال زي ما قلنا بدانا بي بي اي اموكساسيلين، وبعد كده شلنا الاموكساسيلين وحطينا كلاريسفومايسين ميتروندازول لمده اسبوع تاني. الكوادرابل ثيرابي ده اللي فيه البيزموس. البيزموس ده حكايته ايه؟ والله البيزموس فيه مميزات كتيره قوي. ده له بكتيريسايد افكت، بيبايند للوول بتاع الالسر، بيعمل ان اكتيفيشن للبيبسين، بيعمل ستيميليشن للبروستاجلاندنز، سبريشن للليوكوترينز، بيمسك في الجروس فاكتورز ويزود الابيثيريال جروس، بيعمل ستيميليشن للميوكاس سكريشن، زائد ان هو انهبيتور لعدد من الدايجستيف انزيمز. الكونكوميتنت ثيرابي بي بي اي كلاريس هو اموكساسيلين مع ميتروندازول كلهم مع بعض مرتين يوميا. قلنا الليفو في الاكساسين بيزد ثيرابي انا بالظبط بشيل الكلاريسف وبحط الليفو. اللود ثيرابي ده نيو كومبانيشن، يمكن عندنا عدد من الاستاديز طالعه من مصر على اللود ثيرابي، الحقيقه نتائجه كويسه، ويمكن قد يكون ده هو الفيرست لاين ثيرابي اللي هيحل محل الكلاريسف مايسن بيزد بعد كده. ده كان بالنسبه للفيرست لاين. طب السكند لاين عندنا ايه؟ عندنا عدد من الاوبشنز، اولهم البيزموس زي ما قلنا للاسف هو مش موجود عندنا في مصر. الليفو في الاكساسين على اساس ان الكلاريسفومايسين لوحده كفيرست لاين ثيرابي ريزيستنس له بقت عاليه فمش هقدر استخدمه في السكند لاين. الليفو في الاكساسين تريبل الكونكوميتنت اللي هو ضفه للميتروليتازول مع الكلاريسفومايسين تريبل. في حاجه اسمها ريفابيوتين تريبل ثيرابي، كلنا عارفين الريفابيوتين مشكلته طبعا في الادفيرس ايفنتس بتاعته ما عندناش داتا لسه طالعه من مصر بالاضافه لانه دواء فيري اكسبنسيف. الانتيبيوتيك ريزيستنس تظل هي الشبح المرعب في علاج اتش بايلوري. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان الانتيبيوتيك ريزيستنس اكتر حاجه بتقلل الريسبونس تو تريتمنت او بتقلل التريتمنت اوتكمز. الميتروندازول ريزيستنس بالرغم من ان عليها كلام كتير وان في ريزيستنس كتير جدا للميتروندازول الون، لكن الميتروندازول ان كومباينيشن وتحديدا مع التريبل ثيرابي ريزيستنس له في مصر
او عموما نقل كتير من ريزيستنس للميتوكوندازول لوحده. كل ما العيان خد فرصه في العلاج او خد تجربه في العلاج، كل ما فرصه الريزيستنس تبقى زايده. دي الريزيستنس لكل الحاجات، الميتوكوندازول، الكلاريسومايسين، الكومبينيشن ما بينهم. في الناس اللي ما خدوش اراديكيشن ثيرابي قبل كده، وده ريزيستنس في الناس اللي خدوا برايد سنجل اراديكيشن ثيرابي، وده ريزيستنس في الناس اللي خدت اثنين او اكثر اراديكيشن ثيرابي. طبعا الكلاريسومايسين ريزيستنس بتزيد في العالم كله، الليفوفلوكساسين ريزيستنس للاسف بدات تزيد برضه في العالم كله. الريبورت ده سيستماتيك ريفيو وميتا اناليسيز على البريفيلنس اوف ريزيستنس للاتش بايلوري، انتشر في الجاسترو انترولوجي سنه 2013. للاسف الشديد احنا عندنا في مصر هنا في الكلاريسومايسين النقطه الحمراء دي عندنا فيري هاي ريزيستنس للكلاريسومايسين، حوالي 29% تقريبا. وطبعا هاي ريزيستنس للميتروندازول فوق 60%. الليبوفلوكساسين ما عندناش داتا، لكن الداتا بتاعت الميدل ايست ريجون او المينا ريجون اللي احنا فيها بتقول برضه ريزيستنس حوالي 23% للليبوفلوكساسين. طب نعمل ايه؟ الحقيقه يعني في بعض الريكومنديشنز بتقول ان انت لو في بلد فيها هاي كلاريسومايسين ريزيستنس اكثر من 15% زي ما قلنا احنا عندنا 29%، والله شوف انت الميتروندازول اخباره ايه عندك. لو الميتروندازول ريزيستنس ليه قليله خلاص ادي تريبل اللي فيه ميتروندازول ابوكساسيلين بي بي اي. طب ولو احنا عندنا هاي ديود ريزيستنس وده البعض المفروض ان احنا كبلد هنا في مصر نستخدم البيزموس والثيرابي. عندنا شويه حاجات بنقول عليها نيو هورايزونز. البروبايوتكس بدا يبقى عليها كلام كتير في الاراديكيشن في اتش بايلوري، وتحديدا واحده منهم اسمها لاكتوباسيلس روترياي بتقلل الدياليه، بتساعد كتير في الاراديكيشن. الايرا الجايه هتتكلم على الفيرست كلاس بوتاسيوم كومبيتيتيف اسيد بلوكرز او الفونوبرازان، ودي ادويه مجموعه من الادويه ده اولها، ويمكن ده خد اف دي ابروفال في هياخد اف دي ابروفال قريب، لكن هو ابروفد في اليابان، وده 350 مره مور بوتنت ان ترمز اوف اسيد سبريشن اكتر من البروتون بامب انهبيتورز. عليه بعض الاستاديز على الاديكيشن نتائجها ممتازه جدا. لو هنتكلم على الفولو اب، مين نعمل له فولو اب؟ روتين؟ لا مش روتين، احنا بنعمل فولو اب بس تيستنج للاتش بايلوري بعد العلاج لو البيشنت ما حصلوش ريليف للسيمتومز او حصل له ريليف للسيمتومز وحصل له ريكارنس بعدها، بالاضافه للبري مالجنت كونديشنز لو البيشنت عنده اتروفيك جاسترايتس، سلايدر ميتافليزيا، ايرلي جاستريك كانسر، مولتن لينفوما، كل الحاجات دي لازم اكونفيرم ان الاتش بايلوري فعلا بقت اراديكيتد فيها بعد العلاج. في ستاديز كتيره دلوقتي وكلام كتير ببلشد على الاتش بايلوري فاكسين، لكن ستيل طبعا احنا بدري قوي على ان يبقى عندنا فاكسينز. اخر حاجه هنختم بيها البيت فولز الاتش بايلوري مانجمنت. خد بالك في حاجات كتير بتقع فيها، يمكن طلع ريبورت من اليو اي جي على البيت فولز الاتش بايلوري مانجمنت، انا لخصته هنا. اول حاجه حط في دماغك كويس قوي ان الاتش بايلوري جايز تبقى سبب مهم من اسباب الديسبيبسيا، والديسبيبسيا زي ما كلنا عارفين ده يعني تعريف غطاط وواسع جدا وفيري يعني وايد اند برود سبيكترم، من الابر ابدومينال بين للهارت بيرد للنوزيا للبلوتنج. ما تنساش ان سبب مهم جدا جدا من اسباب الديسبيبسيا هو الاتش بايلوري. طب هتنفستيجيت ازاي حاله الديسبيبسيا؟ والله ده على حسب، لو العيان سنه صغير او سنه اكثر من 45 سنه. لو سنه صغير اقل من 45 سنه وما عندوش الريد فلاجز اللي كلنا عارفينها اللي هي الويت لوس والبليدنج والديسفيجيا، ما عندوش حاجه من علامات الخطر دي، خلاص انت ممكن تعمل تيست باي حاجه نون انفيزيف من غير ما تعمل اندوسكوبي، ولو طلعت الاتش بايلوري بوزيتيف عالج. طب لو البيشنت اكتر من 45 سنه وعنده ديسبيرسيا او اقل من 45 سنه بس عنده حاجه من الريد فلاجز، ساعتها انت محتاج ان انت تعمل اندوسكوبي، ولو لقيت الاتش بايلوري بوزيتيف ادي الاراديكيشن تريتمنت. خد بالك زي ما قلنا لازم العيان قبل ما تعمل تيست للاتش بايلوري سواء هتعمله عن طريق اندوسكوبي وبايوبسي او هتعمل حاجه نان انفيزيف، مهم جدا يبقى واقف الانتي بايوتكس والاسيد سبريشن ببي بي اي او حتى لو اتش 2 بلوكر لمده اسبوعين قبل التريتمنت. لان البيشنت اللي قبل اللي ماشي اون بي بي اي او الاسيد سبريشن
الفولس نيجاتيفيتي فيه بتوصل لحوالي 40%. مهم تاخد بالك من الديوريشن، مفيش ايراديكيشن للاتش بايلوري اقل من 2 ويكس دلوقتي. يمكن كل الجايد لاينز الماستريخت جايد لاينز هي الماستريخت 4 اخر حاجه، ودي نازله مع التورنتو كونسنسس، بتتكلم على 14 يوم يعني اسبوعين لكل تريتمنت ريجيم. الامريكان كوليدج اوف جاسترونتولوجي جايد لاينز معظم الريجيمز برضه 14 يوم، يمكن السبع ايام بدات تنقرض وتنتهي من الجايد لاينز. الكلام عن العلاقه ما بين الاتش بايلوري ايراديكيشن والريفلكس سيمتومز تقريبا بدات تنتهي دلوقتي. زمان كانوا بيقولوا ان انت لو عملت ايراديكيشن للاتش بايلوري هتعمل اجريديشن للريفلكس سيمتومز او الجيرد، مش بس كده كمان كان في بعض الريبورتس قالت ان انت بعد الاتش بايلوري ايراديكيشن ممكن الناس اللي ما كانش عندها جرد قبل كده تظهر، لكن الحقيقه ان الراندومايزد كنترول كلاينز اللي اتعملت كلها والميتا اناليسيز مؤخرا قالت ان العلاقه دي مش موجوده. حضرتك لو لقيت اتش بايلوري في عيان جيرد عالج وما تخافش. مهم زي ما قلنا نقضي وقت بسيط مع البيشنتس، نشرح له قد ايه الكومبلاينس تو تريتمنت مهم، قد ايه ان انت تاخد الجرعه الاكبر من التريتمنت ده هيفرق معاك. في استادي بتقول ان الناس اللي خدوا اكتر من 60% من التريتمنت الريسبونس فيهم فرق كتير جدا عن الناس اللي خدوا اقل من 60% من التريتمنت. شكرا. شكرا دكتور استاذ على هذه المحاضره القيمه. هستخدم سلطات بس من اشكال من مثلا افتر او لونج لونج ستوري تريتمنت كان موجود في تسلا اجين 2 ويكس برضه يبقى 2 ويكس. اوكي ثانك يو. شكرا. شكرا محمد على دلوقتي ناس احنا ما عندناش ريسبونس، يعني مايسين بروفايل حضرتك يعني فيرست لاين ثيرابي ان ايجيبت يا اما كونتنت فور ميديكيشن او ليف لوتسين تريبل او لود او سيزر اذا كان بالظبط يبقى بالظبط. طب متفق مع حضرتك تماما يعني. Thanks a lot for this very important topic. Elegant presentation. You know that we in cardiology, cardiac patients that we can use use your TV monitor, and in case of use of non-steroidal anti-inflammatory drugs for many indications in our practice, whose patients can get from those two types of patients? And only can use them patients in Roma Bierto, routinely non-steroidal anti-inflammatory drugs, patients in Roma don't have that disease or under PPI for a longer period of time. Whose can the patients from those, and you can screen it for each patient? And as if I plan already to screen, I have a strategy plan to treat. How I can host a patient that can go to be screened for each member? In the cardiology patient? Medical acute coronary syndrome patients, many patients who may continue to use the non-steroidal anti-inflammatory drug under PPI. دي one of the indications. دي مش ستاندرد، دي كونتروفيرسيال انديكيشن عليها كلام. لكن خليني اسال انا حضرتك، ليه انت افترضت ان البيشنت اللي عنده كورونري سندروم له وضع خاص من ناحيه الاتش بايلوري تيستنج او تريتمنت؟ يعني ايه اللي هيفرقه عن اي عيان تاني؟ اشمعنى ده اللي انا اسال انا امتى هعمله؟ انا قصدي ان هو زي ما انا بنفس المنطق مين عيان الكلى اللي عامله سكريننج؟ اصلا مش فارقه، هو تفرق معايا ايه؟ هيفرق معايا لو انا في مشكله من العلاج نفسه، لكن هو زيه زي غيره بالظبط. انت هياخد انتي بايوتكس وبي بي اي يعني مش ما فيهاش مشكله خالص. لو هم يقعوا في احدى الكاتيجوريز اللي قلنا انها شود بي سكرين خلاص سكرين، لكن هو لو ما عندوش مشاكل هتسكرين ايه؟ شيل خالص قصه الكورونا من الموضوع وتعامل معاه كانه بيشنت عادي خالص. يعني انا قصدي احنا قلنا هنا عندنا انديكيشنز فور سكريننج، تمام؟ الانديكيشن دي لو انطبق عليه واحد منها خلاص احنا سكريننج. بس انا ليا كنت دكتور محمد معلش. دي الانديكيشنز اللي قلنا عليها فور سكريننج، لو هو اصلا عنده كبت كانسر او جاله قبل كده وما اتعالجش، عنده لينفوما، عنده
كانسر عن uninvestigated dyspepsia دي standard absolute indications. ودي controversial indication اللي عليها كلام من ضمنها الناس اللي بتاخد بي بي اي على طول وبتاخد نونسترويدال على طول. فانت تقف تسال نفسك نونسترويدال ده اكسترا ريسك فور ulcerations. فلو هو نونسترويدال وعنده اتش بايوري انفكشن انا بزود عليه الريسك. فعشان كده عندي سكريننج وعالج الاتش بايوري. لكن مش مفترض ان الكورنري سندروم فيها اكسترا ريسك. وكان حضرتك صح يا دكتور معبد، بس ان لو انت استعمل كورنري بلوز انتي بليتليت انت بتخاف من البليدنج. وطبعا الاتش بايوري از ريسك اوف ارس. دكتور محمد قال لك حضرتك قبل ما تدي الانتي بليتليت تعمل تيست في الاتش بايوري في العيان. لو طلعت بوزيتيف هتعالج، مش بوزيتيف مش محتاج معالجه. هي بس عشان ايه؟ ملهاش لينك مع الاسكيميك هارت. هي الخوف كله بتدي انتي بليتليت كتير فممكن يحصل له حتى كمان يا بيه الكلام ده نفسه ما عادش بارد دلوقتي. يعني الريكومنديشن احنا كنا بنخاف دايما من الانتي بليتليت مع البي بي اي عشان قصه السيتوكروم بي 450 بالظبط. القصه دي انتهت دلوقتي. مفيش اي ريسك خالص. وان كنت لو عايز تدي حاجات من اللي ليها دراج دراج انتر اكشن اقل، يعني ادي بانتو برازول هو الافضل او رامي برازول. ما تديش حاجات من اللي ليها دراج دراج انتر اكشن كتير، لكن مفيش اي كونتر انديكيشن دلوقتي خالص. دكتور قصاص يعني طبعا لما يعني طب لاست كويشن، بس عشان احنا عندنا سيشن وعندنا انسول، يعني لو تسمح لي يعني عشان بس الشباب الصغيرين بتوع الاكتريك ما اقدرش يا باشا اتاخر عن كده. ما اقدرش انت ما جاوبتش على السؤال اللي حضرتك قلت عليه واحنا قاعدين. العيان داخل لحضرتك وقال لك انا عندي الانتي بودي بوزيتيف وخدت العلاج وما صحتش والانتي بودي لسه بوزيتيف. قول لنا يا دكتور الانتي بودي قصدي حضرتك الاتش بايلوري ستيل موجوده في الهيدروكسوف عمل سيرولوجي للانتي بودي اتش بايلوري وطلع العيانين دول طلعوا تمام. هو نفس القصه بتاعت الانتي بالهرزي الانتي بودي الاتش بايلوري انتي بودي دي انتي بودي ببساطه يعني مش هتروح بالعلاج خالص. ودي يعني خليني اقول بقى السؤال الثاني اللي احنا برضه ما جاوبناش عليه على فكره. العيان اللي جاي لك بالاتش بايلوري تيست بوزيتيف وهو ما عندوش كومبلين خالص يعالج ولا لا؟ يعني واحد ما عندوش اي جس وده كلنا بنشوفه في عيادتنا، ما عندوش اي ابر جي اي سيمتومز على الاطلاق ولا عنده اي مشكله، هو راح للدكتور او راح للمعمل فعمل له اتش بايلوري ستول انتيجين وطلعت بوزيتيف. هو ده بقى السؤال، تعالج ولا لا؟ طب مين يقول ما نعالجوش؟ ما نعالجوش؟ ميديكال ليجل لازم نعالجه، لان الاتش بايلوري دي بري كانسرس ايجنت. فما ينفعش تسيب حد ببري كانسر بري كانسر من غير عشان لو معالجتوش يا دكتور محمد بصراحه ارفع لي قضيه لو واحد تاني وبعد كده هيعالج يا باشا. انا عندي اتش بايلوري مختشر. لاست كويشن يا دكتور هنا اتفضل. هو انا الدكتور الاول بس بقى كده بنشكر حضرتك يا استاذنا. هو بس اللي اسال حضرتك عليه اللي هو شوت ايس كريم البارتنر لا بارتنر لا. طيب سؤال يمكن حاجه بعيده شويه اللي هو بالنسبه للبزنس احنا من زمان قوي بنشوفه بيقولوا ان ده من فيرست مايز. هو في مانع يعني في مهم من وجوده في مصر او وجوده موانع اعتقد تكنيكال في التصنيع نفسه، لان الحاجات اللي موجوده فيها الثلاث حاجات موجوده في كبسوله واحده ومالتيبل لايرز. بس انا معلوماتي ان في شركات مصري بدات فعلا خدت خطوات لتصنيع البزموس. كان موجود قبل كده طبعا من زمان، بس كان موجود البزموس لوحده. لوحده مع الرانيتيدين بالظبط، وكان في بزموس لوحده ما عادش موجود خالص. والكلام برضه حاليا مش على البزموس لوحده، على البزموس كوادر اللي هو اللي بيبقى فيه قرص واحد مع عدد ريسايكل. شكرا دكتور محمد. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا. نفس